معظم قصص الحب بتبدا في فصل الصيف، وهل فعلا في الصيف لازم نكون بنحب؟ الصيف كده اجازه فالناس مش لاقي حاجه تعملها فبيحبوا مثلا ولا حاجه. لا مش شرط الصيف، ممكن الشتاء لان اجواء الشتاء بتبقى رومانسيه اكتر. في الصيف لازم نحب عشان الناس كلها بتحب. معظم قصص الحب بتبدا في الشتاء اصلا، يعني على حسب المود اللي معاكي. هو مش شرط شتاء، والشتاء بتكون اجمل طبعا من الصيف في كل حاجه، في كل حاجة يعني، في العيشة وفي الخروجة مع الزوجة ومع الإنسان اللي بتحبها. عشان أجازة بقى والناس فاضية بس. مش معنى الصيف لازم فيش يد على فكرة. حتة الحب هي اوريدي موجودة في أي وقت، ملهاش علاقة بالصيف أو بالشتاء أو بأي وقت، بل بالعكس يعني هي مثلا ممكن تبقى في الشتاء أفضل علشان بقى الأغاني وفيروز والجو الهادي والكلام ده كله. بس لا ده بالعكس، ده احنا محتاجين الحب في الشتاء. محتاجين الحنان كده والدفى، لكن الصيف تلزيق وبتاع، لا مش عايزين الكلام. لا مش لازم، ما بتبدأش معظم فصل الصيف، ممكن الشتاء، ايه الفرق يعني؟ لا مش شرط الصيف بس، يعني عادي على حسب الشخصية وعلى حسب الآدم يعني. هو ولا صيف ولا شتاء، هو كده كده ما ينفعش، يبقى انت مش سنجل احلى بكتير. في الصيف لا مش لازم والله، عادي ممكن نعيش في الصيف عادي كده، الجو حر اصلا مش مستاهل حد يحب فيه. لا عادي انا الحمد لله يعني لا في الشتاء ولا في الصيف. في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف مش فارقه يا جماعه، المهم الحب بيجي اصلا فجاه. اهلا بيه، مالهوش مقدمات، هو بيخبط عليك فجاه، ملوش علاقة. يعني ايه في الصيف يا جماعة؟ الصيف ايه اللي هتحبه؟ لا انا بحس ان الواحد اللي هدفه ان هو يدور على الحب ده مش هيلاقيه، ما بيلاقيهوش. الحب ده كده بيجي فجأة من اكتر حد واكتر مكان مش متوقعه. كده فجأة كده، ما بيبقاش يخطف كده، يخطف كده فجأة. هو شوف بصي سعيدة ازاي مبسوطة لطشك يا بنتي. مين ده؟ الحب. لا يعني مش قصة شعرها، قصة شعرها ده في عصيف يا لميسة اهو. يلا يلا ربنا يبارك لك. والوان الصيف اهي، وايه صيف صيف اهو النهارده درجة الحرارة كام؟ بادئين صيف اهو يلا 42. ربنا يفرج عليك، انا بحب الصيف، ربنا يفرج عليك. ارقامنا موجوده دلوقتي طبعا قدام لا ارقامنا، ارقام البرنامج مش ارقامي، وكمان صفحاتنا. اللي عايز يكلم لميس يتصل على 14 6 9 يا جماعه. اتفضل.